صباح الخير، صباح الخير للناس، صباح الخير للبلد، صباح الخير لمستمعي 24 اف ام اينما كنتم في هذا الوطن الحبيب. من خلال موجاتنا في منطقة الوسط على الموجة 97.9 بالعشرة اف ام، وفي الشمال على 94.8، ومن خلال البث المباشر على 24 fm.bs. في تمام الثامنة تنطلق موجة خاصة في معظم الإذاعات الفلسطينية تضامنا مع الأسرى. وأحيانا لابد من مقدمات كنا في غنى عنها. أولا بعد قليل يعني سينضم لنا في الاستوديو عصمة منصور، المعتقل المحرر الذي أمضى في سجون الاحتلال أكثر من 20 عاما، سيرافقنا في الساعة الأولى من هذه الموجة أو أكثر، يعني حتى 9:30 في الموجة المخصصة لأسرانا المضربين عن الطعام. وكان ودي أنه ما أبلش الحكي في الردود، بس طالما شاطر كل واحد يقعد ويكتب على الإعلام الفلسطيني ومهنيته، ديروا بالكم كل البلد فهمانة في المهنية الإعلامية، للإعلاميين في البلد صاروا يعني كل بده يعلمنا كيف نكون مهنيين. وطبعا بس بنكون مهنيين إذا أخذنا روايته هو، بمعنى حتى لو رواية الإعلام الفلسطيني كانت صحيحة هو غير مهني لأنه ما حكاش معنا. وطبعا بتحكي معهم مليون مرة وعلى الفاضي. فالإعلام الفلسطيني أصلا مل يتصل معهم، مين هم المسؤولين الفلسطينيين إجمالا، مش كلهم طبعا، في كتار منهم بردوا. بينما ترجو منا وزيرة التربية والتعليم التوخي أو تحري الدقة والموضوعية وعدم نشر الأخبار دون التأكد منها. كيف يعني؟ ومين قال لك مش متأكدين من الأخبار اللي نشرناها؟ أصلاً اللي كتبتيه أنتي على صفحتك يا معالي وزيرة التربية والتعليم العالي. وطي صوتي، ماني معصب يا مراد، ماني بدي أفقع يعني، ما هي قاعدة بتكتب ومش عارفة شو اللي بصير حواليها، يعني أنا شو أسوي لما هي بدها إيانا نتحرى الدقة وعدم نشر الأخبار دون التأكد منها؟ أكدين لنا الأخبار، يلا شوف كيف هي الوزيرة نفسها بتأكد لنا الأخبار اللي إحنا نشرناها، يعني هي بتأكد أخبارنا وبتقول لك تأكدوا قبل ما تنشر، كيف يعني؟ طيب اسمع شو بتحكي الوزيرة. بدها توضح الوزيرة، طبعا كاتبة على صفحتها على الفيسبوك، بخصوص الطالب المقدسي الأسير محمد الفيراوي. طيب طبعا الوزيرة كاتبة مجموعة من الأشياء اللي لا يجب التوقف عندها طويلا. القصة كما يلي، اعتقل من يومين شاب عمره 17 سنة بالقانون الدولي طفل، هذا الطفل ثانوية عامة، إله 5 أشهر حبس منزلي في القدس، يعني إقامة جبرية ممنوع يطلع من البيت، يعني الله بيعلم كيف بتدرسوا، كيف الأساتذة بروحوا عنده، كيف بيجيب، المهم 5 أشهر إله إقامة جبرية، طفل أقل من 18 سنة في البيت، اعتقل قبل يومين، يعني اعتقلوه مع أول امتحان ثانوية عامة، لأنهم بيعرفوا إنه محمد كان بيحضر للثانوية العامة، وهو معتقل في البيت في الحبس الإجباري وفي الإقامة الجبرية كان برضو بيحضر للثانوية العامة. فراحوا يوم أول امتحان في الثانوية أخذوا، مين اللي أخذوا؟ الشرطة الإسرائيلية الاحتلال. المهم
امبارح كان في تنسيقات عالية على قدم وساق من يومين مشان الامتحان تاع امبارح يوصل له للزنزانة. واحد المحامين يعني اللي ماسك قضيته تطوع انه يسرب ورقة الاسئلة تهريب على السجن. تهريب يعني هو بده يفوت يزور محمد وبده يعطيها بزنزانته. اذا اعطوه نص ساعة راح يكتب محمد نص ساعة، اذا اعطوا المحامي ساعة مع محمد، محمد راح يكون معه ساعة يجاوب على الامتحان. وبالفعل يعني وزارة التربية والتعليم كانت متعاونة وأرسلت أحد مراقبيها المراقبين على الامتحانات معه الظرف المختوم اللي فيه الأسئلة تحت محمد. والتقى هذا المراقب بمحامي محمد الأستاذ نائل أتوقع، رح نحكي معه على العموم يعني في تليفون، لأنها الوزيرة فتحت جبهة حالها ما كانتش لازم تفتحها لما بتقول الإعلام الفلسطيني لازم يتوخى الدقة. وعلى باب المسكوبية أمام سجن المسكوبي رفض المراقب إعطاء ورقة الامتحان للمحامي، لأنه التعليمات اللي عند المراقب بتقول إنه هو لازم يراقب على محمد وهو يجاوب في زنزانته المعزولة في جوا المسكوبية، لازم يكون واقف فوق راسه المراقب. المحامي صار يفهم في المراقب إنه بزبطش عم يتفوت، وانه احنا اصلا يعني بالسرقه بدنا ندخل الورقه، وبيعرفوش انه لانه بدنا اسبوعين تنطلع قرار موافقه انه محمد يقدم الامتحانات في السجن. ويتصل بمسؤولين اخرين يعني محامي محمد من اجل انقاذ هذا الموقف. يعني الامتحانات بلشت في الضفه والطلاب دخلوا قاعاتهم بلشوا يجاوبوا على الاسئله، وآخرين مسؤولين آخرين أجابوا بأنه لا توجد لديهم تعليمات تسمح لهم بإدخال الورقة لمحمد عن طريق المحامي بدون وجود مراقب، وكأنه المحامي كان امبارح يدرس مشان يغشش محمد. وإذ يسمع محامي محمد نفس الإجابة من وزيرة التربية والتعليم بأنها لا تملك تعليمات تسمح لها أنها تدخل الورقة لمحمد بدون مراقب، من مين؟ يعني من مين بدك التعليمات؟ بدك تصويت في المجلس الوطني مشان تدخل الورقة لمحمد في الزنزانة؟ ولا بدك اتفاقية مع فصائل منظمة التحرير مشان تقدر تدخل الورقة للولد في الامتحان؟ يا عمي ايه الله بالعقل عرفوه، ما فيش جرأة تتخذي قرار انك تدخلي ورقة لطالب معزول في الزنزانة التحقيق؟ واي جرأة بدك تتخذيها في اتخاذ قرارات أخرى؟ طبعا الوزيرة بتحملنا جميلة كالتالي، لأنها بتقول يعني أنه الأخبار اللي نشرت مش صحيحة. كاينة الوزيرة معطي حلول يعني عبقرية للمحامي، بس المحامي عنيد وما قبل. جزء من الحلول اللي كاينة الوزيرة يعني متحفتنا فيهم، أولا أنه يحصل على إذن بدخول مراقب واحد على الأقل لكي يشرف على الطالب. يا سلام، يعني هذا اقتراح بتقدميه باب والمحامي والمراقب واقفين باب المسكوبية؟ يعني والله لو نتنياهو بتدخل في القصة ما بتزبط. يعني بدها يعني يحصل عائذن انه يفوت مراقب معه على الامتحان، طب ما احنا من كلك بزبطش، بدها قرار محكمة عدل العليا وبدها مليون موافقة. هذا معتبرته اقتراح من طرفها كان ممكن يحل المشكلة، هي معتبرته هيك. أن يتقدم الطالب امتحان مع باقي الطلبة الأسرى في شهر آب القادم. يا سلام، يعني أنت كمان بتحملي محمد جميل أنك ممكن تسمحي له يقدم الامتحان مع الأسرى في آب القادم؟ يعني طيب هذا حل عبقري معتبرتي؟ أن يقدم الطالب للامتحان يتقدم الطالب الامتحان مع امتحانات الإكمال في شهر أيلول القادم وإعطاء استثناء هذا الاستثناء خاصا يمكنه من تقديم اكثر من امتحانين ليستطيع تقديم كل الامتحانات التي غاب عنها. يا سلام، التعليم في البلد جاي ابداع. يا سياده الوزيره، وسائل الاعلام كانت دقيقه ونشرت قصه حقيقيه حصلت معك ومع الوزاره، رغم تقديرنا لكافة الجهود التي تقوم بها طواقم وزارة التربية والتعليم في إنجاح امتحان الثانوية العام.
الإعلام حيطه مش واطي. فمش كل واحد ما عجبوش وبيحكي الإعلام بيروح بكل نرجو من الإعلام توخي الدقة والمهنية. والإعلام مهني وهو يستطيع في فلسطين التعامل مع كل حساسيات المواقف اللي بتعرفيها واللي ما بتعرفيها. ولهيك اليوم الإعلام الفلسطيني عنده موجة خاصة بالأسر، مش لأنه بيستنى تعليمات من حدا، لأنه لو بدنا نستناها عمرها ما رح تيجي. كل البلد ضاعت والجيوش العربية بتستنى بتعليمات يا سيادة الوزيرة، وعم بتضيعي في نفسية محمد وفي إصراره رغم الحبس الإجباري في المنزل 5 أشهر على تقديم الامتحان. أنت دمرتي نفسك، وأنت لم تكوني لا مبدعة ولا شجاعة ولا قادرة على اتخاذ قرار، وبين إيديكي كل أولادنا اللي بدرسوا من الروضة لآخر سنة في الجامعة، فمش متوقعين شجاعة أكبر في اتخاذ قرارات لها علاقة بمصير كل الطلاب الفلسطينيين. فما تستوطي حيط الإعلام الفلسطيني، كان دقيق وأمين ونشر تفاصيل ما الذي جرى تماما كما نشرتي أنت على صفحتك، إلا إذا معتبرة أنت الاقتراحات اللي قدمتها للمحامي إبداع. فإحنا بنقول لك مش إبداع. عشان تعرف الاستثناءات وتتعلميها كويس، أحد أمهر الأخصائيين الجراحين الفلسطينيين في إحدى المستشفيات الإسرائيلية قدم استقالته من المستشفى. زيك فرفرت تروح الزلمة، بديش يشتغل خلص، بدي يروح، بدي يرجع ألمانيا، بدي يرجع حرم الله، مش عارف وين بدي يروح. فرفرت تروح الزلمة ليش؟ لأنه هو لا يستطيع قيادة سيارة من نمرود قدس داخل القدس. ما بيقدرش الزلمة، طبيب جراح ومشهور ومهم، وبيقدرش يسوق سيارة. فراح قدم استقالته للمستشفى، المستشفى كام وما قعدش. وزير الصحة الإسرائيلي صار يتصل تليفونات، ما بدوش يتركه للجراح الفلسطيني. والاستثناء يا سيادة الوزيرة كان بثلاث قرارات من رئيس حكومة الاحتلال، ومن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، ومن وزير الداخلية، على منح هذا الفلسطيني هوية قدس مباشرة، بس مشان يسوق سيارة. مشان تعرف شو يعني إبداع. بقارنك، بقارن إبداعك مبارح مع محمد بالإبداع اللي بصير لما بخطفوا من نحنا أهم الأخصائيين في البلد. كفي لهون. بهام الطريفي صباح الخير في المتابعة الإنتاج، مراد زايد يعطيك العافية في الهندسة الإذاعية. بعد قليل موجتنا الخاصة بالأسرة، وراح سينضم لنا للاستوديو عصمت منصور المعتقل المحرر الذي أمضى في سجون الاحتلال أكثر من 20 عام. فاصل وراجعين. هذا البرنامج برعاية شركة الاتصالات الفلسطينية بالتل. حياتك كما تتمناها. شركة بي سي آي، وكلاء سامسونج موبايل في فلسطين.